طبعا مسرحية التابع تندرج تحت لون مسرح الرعب، وخلينا نقول أن 70 إلى 75% العمل يندرج تحت هذا اللون، مع شوية كوميديا اللي بتكون في 20-25% من العرض. تعمد المؤلف والمخرج عبد الله الرميان في هذا العرض أنه يخلي لونه مرعب، يعني هو عرض نوع من انواع العروض اللي يرفع الادرينالين عند الجمهور، طول ما هو قاعد حاس بقلق، حاس بخوف، بتوتر، حاله حال لما يدخل اي فيلم سينمائي يعني تحت هذا الرعب. احنا ما نتكلم عن جوده العرض كثر ما نتكلم عن الحاله اللي يكون فيها المشاهد طول فتره عرض المسرحيه. بس في وجهه نظر يقولوا لك هبه الدري واحمد يراج ما في طاقه كوميديه، احنا نبي كوميديا هم، يعني الجمهور ده يعني اكثر شيء تجذبه في الكوميديا. صح كلامك، هذا اذا كان العرض 50% منه كوميدي 50% منه رعب. انا مثل ما قلت لك في البدايه هو يعني 75 الى 25 النسبه، فال 25% الله يعينه اخوي الفنان مشاري البلام على عاتقه يعني طايحه هالسالفه، لان العمل اساسا وانت تشوفينه مقسم نصين، نص منه في شويه كوميديا والنص الثاني في القسم التراجيدي اللي انا واختي هبه الدري راح نشتغل عليه. حتى هبه موجوده في القسم الاول اللي مع مشاري، بس هناك راح تلعب شويه كوميديا مع مشاري، اما في القسم اللي انا فيه النص الثاني راح يعتمد على الرعب بشكل كامل. احمد، ليش انت تدور المشاركه في اعمال نوعيه حتى لو كان فيها يعني صبغه تجاريه نوعا ما، مو بس في التابع، حتى باعمالك مع بندر السعيد وهاي كلها يعني اعمال نوعيه، مو يعني ما تندرج بانها تجاريه بحت؟ أنا يمكن مثل ما تفضلتي اللون الكوميدي البحت أو الفارس ما أجيده ومو ملعبي، أنا دائما يحطوني في العمل الكوميدي اللي يحتاج مثلا ممثل يمثل شخصية معينة، يقول مقولة معينة، وما يمنع أنه شوي يلعب كوميديا. وبالإضافة إلى أن أنا يعني تستفزني هذه الكاركترات أكثر من الكوميدي البحت. أنا عمل تلفزيوني كوميدي أنحاش منه، مسرحي كوميدي بحت أنحاش منه، أحس أنه مو هذا ملعبي. ليش؟ مع أنك أنت اشتغلت في أعمال ويا طارق العلي في تلفزيون، مسرحيات، عدد وايد من الأعمال الكوميدية، ليش يعني أنت الحين تقول أنا أنحاش؟ لأن أنا كنت في البداية أجرب، أي ما كان اختيار، أي ما كان اختيار، كان تجربة، قاعد أشوف نفسي. أنا كل شيء اشتغلت، من الإذاعي إلى السينما إلى التلفزيون إلى المسرحي، المسرحي بشتى أنواعه، أطفال، كبار، صغار، مهرجانات، كنت أبي أشوف أنا ويني فيه. أنا لقيت نفسي في هذا الجانب، لقيت نفسي في الكوميديا اللايت، الكوميديا المعتمدة على الموقف أكثر من الكوميديا الفارس اللفظية اللي تعتمد على الإفيهات. أوكي، أنت اشتغلت حتى أتذكر مع محمد رشود حب الفلوجة. حب الفلوجة شلون تقيم التجربة؟ أنا أحبها وايد، رغم أنه يعني في انتقادات على العمل، بس العمل وقتها كان مهم جدا بالنسبه لي ان انا اشتغل. عمل كان من يعني تاليف وانتاج الراحل محمد رشود الله يرحمه ويغفر له، هذا كان بالنسبه لي انا مثلا تارجت كبير ان انا اشتغل معاه، لانه هو ما شاء الله نجوم الساحه في الكوميديا كلهم مشتغلين معاه وتحت مدرسته طلعوا. العمل كان فيه نجوم، كان مليان، كانت اختنا زينب العسكري، كان منى شداد، احمد السلمان، ولد الديره، علي سلطان الله يرحمه، يعني زخم من الفنانين. فأنا بينهم في نفس المساحة ونفس قوة الدور، هذه بالنسبة لي صراحة كانت يعني أنا كنت أعتبرها بوينت إضافي بالنسبة لي. وبالسينما شلون تشوف تجارب أحمد إيراج؟ حاتم صديق جاسم. لا، وعندك سرب الحمام. إيه، في السينما يعني أنا أعتبر من الفنانين المحظوظين اللي شاركوا في أول الأفلام اللي حركت مياه السينما الراكدة، اللي هو كان شباب كول مع الأستاذ حمد بدر والمخرج محمد دحام الشمري. كنت فخور أن أنا مع مجموعة من هالشباب اللي اشتغلنا هذا الفيلم وسويناه، وعقبه اشتغلت مع الأستاذ عبد الله السلمان، سوينا أكشن منتصف الليل وغيره من الأفلام. صار عندي شغف للسينما أمانة، وحتى لما درست وخلصت كان مشروع متعب، يعني ولونه غير وطريقة تمثيله مختلفة، يعني هو يعني عالم آخر، عالم من الفنون مختلف تماما. أنا لما يعني صار عندي هذا الشغف حتى في مشروع تخرجي سويت فيلم اسمه حاتم صديق جاسم كأول تجربة إخراجية، أحمد حمدي نجم السوشيال ميديا، وكانت رانيا شهاب، وفضل الله سبحانه وتعالى هذا العمل عرض في 5 مهرجانات دولية، وحاز على جائزتين في الكويت وفي العراق، ونعرض في البصرة، ونعرض في روسيا، ونعرض في دبي، ونعرض كضيف من الكويت في مسابقة البحرين
سينمائية. يعني الحمد لله أنا أحس أن السينما ملعب مختلف، أنا حتى لو أبي أجرب وأكرر تجربة الإخراج فأحسها في السينما أكثر من أي مكان ثاني. الحين قاعد نشوف في عروض وايد قاعد تنعرض في خارج الكويت، مو بس في الخليج، حتى بأمريكا وبلندن. تتمنى أن مثلا مسرحية التابعة تروح تنعرض هناك؟ طبعا أتمنى، يعني هذه يعني عادة المسرحيات اللي تسافر تلبية لدعوات الجهات المعنية المختصة في شؤون الطلبة اللي هناك بالضبط، وأكثرها تصير اتحادات الطلبة اللي هي في الدول الثانية كنوع من التنفيس لطلبتنا اللي قاعد يدرسون برا، إن مسرح وما يقدروا يروحون له يجي عندهم. فأتمنى إن شاء الله إنه يصير لنا فرصة وينعرض تنعرض التابعة هناك إن شاء الله.